أول كان في تساهل ولا ما كانش في إرادة لا حقيقية؟ ما كانش في قانون، آه فكان كانت بيتضبطوا، وبعد كده بعد 24 ساعة كان لازم يتم الإفراج عنهم، لكن ما فيش عقوبة بدون جريمة. هي العقوبة على المهرب على ولا المهرب، على المهرب، على المهرب فقط؟ العقوبة على المهرب. احنا بنتبع بروتوكول باليرمو للأمم المتحدة بالنسبة لتهريب المهاجرين، مصر موقعة عليه، مفيش تحفظات، فيصبح جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني. بعد كده احنا عملنا القانون يتسق مع ذلك ومع التوجهات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، وأيضا في احترام حقوق الإنسان.